سهام من الأخبار برضو بتفرده على 3 صفحات، من صفحة 6 لـ 9 المؤتمر الاقتصادي. خلينا نتوقف عند بعض العناوين الرئيسية. المالية تؤكد تحسن أداء الدولة المالي رغم الظروف الاقتصادية خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات المنافسة. رئيس الوزراء: لا نسعى لبيع الأصول ولكن زيادة مشاركة القطاع الخاص. ممتاز تحقيق الحياد الضريبي، حياد المديونيات، الحصول على رأس مال، والوثيقة تضمن تعظيم العائدات وزيادة تنافسية الاقتصاد. أهم حاجة في هذا الملف هو الشرح. عايزين نتكلم بإيجاز عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعيدا بقى عن، ويمكن واضح من خلال العنوان ان هو مفيش بيع للأصول، لكن هيبقى فيه تمويل، هيبقى فيه تشغيل، هيبقى فيه مشاركة أو زيادة مشاركة للقطاع الخاص. هو باختصار شديد بس مفيد، احنا قدام يعني من في الـ100 سنة اللي فاتوا عندنا اكتر من نظام اقتصادي في مصر كلنا عارفينهم، ليبرالي اشتراكي الى مختلط. كان ضروري انه الدوله تحدد هي بتعمل ايه بالظبط مع الاصلاح اللي بيحصل. بالظبط الاصلاح الهيكلي في الدوله المصريه كلها، انا حتى مصطلح اصلاح اقتصادي مش بحبه، احنا قدام اصلاح هيكلي كامل في كل مفاصل الدوله المصريه. عشان نقدم صورة للمستثمر والمستثمر المصري والمستثمر الأجنبي، قدمنا هذه الوثيقة في يونيو اللي فات. بتتكلم على اللي جاي اللبس منين بقى؟ من بعض وسائل الإعلام، يعني بعض يعني الصحف بتتكلم على إن هذه الوثيقة بتبرز تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي. مع إن هي إذا كانت تخارج من بعض الأنشطة، طب ما في زيادة في بعض الأنشطة، طب ما تتكلم على يعني دور الدولة في النشاط الاقتصادي وعلاقتها بالقطاع الخاص. ولذلك سيادة رئيس الوزراء بيوضح اهو ببنود انه بنستهدف النمو وتعظيم النشاط الاقتصادي الى اخره. صحيح بتكلم على دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وبتحدد الاماكن المساحات اللي هيبقى موجود فيها، وتحدد 79 مساحه. يعني نشاط التجزئه، الحاجات الخاصه بال بعض لا، والدوله كانت موجوده بعض الانشطه في وقت الازمات، كان لازم وجودها تبقى موجوده. بالظبط هتثبت هما 79 موضوع القطاع الخاص هياخدهم لوحده، 45 مشترك، 27 الدوله لوحدها اللي هي فيها بقى التعليم وفيها الصحه وفيها المترو الانفاق وفيها السكه الحديد والحاجات الاستراتيجيه الكبرى اللي مش هيقدر عليها القطاع الخاص. بالزبط. دي اللي دوله هتزيد استثماراتها فيها. اللي قبليهم ال 45 نشاط هتثبت اللي فيها صناعات الالومنيوم والاسمنت وبعض الحاجات اللي زي كده والتعدين. الباقي نشاط التجزئه بقى كله والحاجات البسيطه دي هتبقى كلها القطاع الخاص.